نرحب فيكم كل متابعي صوت بيروت انترناشونال. نحن اليوم موجودين بصيدا بعد انتشار خبر عن قيام احد الصيادلة باكتشاف علاج لفيروس كورونا. طبعا مثل هيك خبر غريب شوي، بيطرح علامات استفهام، يعني هالفيروس يلي ادى الى وفاة الاف الاشخاص حول العالم ودمر اقتصادات العالم، هل معقول يكون العلاج بهالسهولة؟ نحن اليوم متواجدين أمام الصيدلة شفيق الحبال بصيدا لنتحدث معه حول هالموضوع. خلينا نشوف سوا. يعطيك العافية أستاذ شفيق. أهلا، الله يعافيك. يعني بعد انتشار خبر على السوشيال ميديا، الفيديو اللي حضرتك صورته خبرت فيه العالم انه اكتشفت علاج لفيروس كورونا، هو علاج وقائي من الاعشاب. كمان حضرتك شكرا عم بتقدمه مجانا للاشخاص، وبس ب 19 يوم بيشفى مريض الكورونا. خبرنا عن هالموضوع اكثر. حقيقة يعني أنا تحدثت عن هذا الموضوع في الفيديو وقلت بأنه بالأساس علاج وقائي من الإنفلونزا العادية، استعملته شخصيا منذ أكثر من 10 سنوات. الطعم الجريب العادي أنا لا أستطيع أن أخذه، عندما أخذ طعم الجريب هذا يؤذيني ويلقيني بالفراش لمدة 14 يوما. لذلك فكرت بعلاج عشبي، وكان هذا العلاج وقائيا وكان كذلك علاجيا. عندما حصلت جائحة الكورونا عدت إلى مراجع الطبية، يوم كنت على مقاعد الدراسة في الجامعة، بكل بساطة قارنت بين الإنفلونزا العادية الفيروس وفيروس الكورونا، فوجدت أن ما يصح علاجاً أو وقاية للإنفلونزا العادية يصح كذلك للكورونا، فطبقته وكان وقاية لي وكان كذلك وقاية لكل إنسان أعطيته منه، وكذلك كان علاجاً للمراحل الأولية من الكورونا. يعني حضرتك كأنه عم بتقلنا الكورونا هي إنفلونزا عادية ما بتفرق كتير عنها؟ لا، في فارق شاسع، وهذا الفارق الشاسع لمصلحتنا. كيف؟ هقول لك كيف. 4 ساعات فينا نسميهم 4 gold hours تكون فيها الإنفلونزا الكورونا، وليس الإنفلونزا العادية، الكورونا في الأبر ريسبيراتوري سيستم، في المنطقة العلوية من الجهاز التنفسي. في هذه المرحلة نستطيع أن نضرب الكورونا ونتحكم بها وننهيها. كيف منعرف أنه هو هلأ هالأربع ساعات بهالمكان؟ سؤال كتير كويس، ذكي. مجرد أن يحس الإنسان بتشويكي بالزلعيم أو جفاف بالحلق أو أي شيء هيك غير طبيعي، أو لربما انتفاخ في أحد الجفون. مرة إنسان اتصل بي ليلا، انتفاخ في جفن من جفوني، فرأسا قلت له افعل كذا وكذا وكذا، قدرت أن هذا قد يكون ربما الفيروس يحاول أن يدخل الجسم، وكانت فعلا وقاية له وانتهى الأمر. في اليوم الثاني جاء يشكرني ويقول الحمد لله انتهى كل شيء. في هذه المشاعر البسيطة التي علينا أن ننتبه إليها في هذه الأيام، مجرد تشويكي بالزلعيم، جفاف بالحلق، رطوبة بالمنخر، يعني فينا نقول راني نوز، إذا كان هناك راني نوز، هذه علامات يجب أن لا نستخف بها ونحسب بأنها كورونا. لو حتى يلي لو عنده حساسية كمان دايما عنده راني نوز، كيف يفرق؟ بفرق عادة، حتى من عنده الحساسية يفرق بينها. الأعراض تكون أكثر، يعني من عنده حساسية ربما عنده راني نوز مثلا أو عنده جفاف بالحلق، أما أن تجتمع عدة عوارض مع بعضها فنقول له لا تخاطر، خذ العلاج الوقائي وتنتهي القضية.
طب حضرتك عم تقول انه 50 شخص اخذوا هيدا العلاج وهن كانت حالتهم بين متوسطة وقوية، يعني منهم بالحجر المنزلي ومنهم بالمستشفى، وقدروا يصحوا. خبرنا اكتر. شو بدي خبرك اكتر؟ فعلا في حالات حرجة مررنا الدواء عن طريق الاهل للمريض وشوفي حالات حرجة باحدى المستشفيات، حالات حجر، حالات حجر منزلي، أعطينا الدواء، نتصل بالمريض نسأله عن الأعراض وماذا يشعر، كم يستطيع أن يقطع نفس، الثواني مهمة هنا، هل هناك حرارة، هل هناك تشويك بالزلعيم، هل هناك ضيق بالتنفس، عدة عوارض نسأل عنها، وعلى هذا الأساس نركب الدواء العشبي ونقول له أرسل أحدا من عندك لأخذ الدواء، نتابع المريض حتى يشفى. بكل بساطة هذا ما حصل. عندنا أكثر من 50 حالة، يعني بين الأمس واليوم عدة حالات وعدة مرضى اتصلوا وأرسلنا إليهم الأدوية، والحمد لله كلهم على طريق الشفاء. كنت حضرتك عم تقول أنه عم تعمل حملة لتعلن عن هيدا الدواء. نعم، وأنا مصر على الحملة. يعني حال أعطيك مرة لك نكتة صغيرة، وهالنكتة يعني هيك، بيتصل طبيب من أمريكا بأحد الأصدقاء بيقول له هل هذا يبلف، هذا الرجل هل يبلف يعني 19 يوم، على أي أساس 19 يوم؟ وجاء يخبرني وأنا كنت فعلا مسرورا بهذا الكلام. يعني الإنسان الذي يسر بالنقد هو الإنسان الذي يستطيع أن يستمع إلى المديح. طب فعلا أستاذ شفيق، يعني هيك خبر أنه ممكن يفاجئ كتير عالم ما يصدقوا يمكن لأول وهلة. أنه نحن نطلب منهم فقط الاستماع بعد 3 أو 4 أيام إن شاء الله إلى طريقة العلاج الوقائي، ونطلب منهم طبقوا هذا الأمر، لا تشتروا شيئا من عندي، طبقوه أنتم بأنفسكم. قضية بسيطة جدا، إذا طبقها كل الناس على طريق الشفاء، وكل الناس في وقاية كاملة، وكل الناس سينتهون من هذا البعبع والكابوس. طب لهلأ ما عرفنا شو الخطوات يعني اللي لازم يعملها مريض الكورونا. هلأ ما يعمل شيء، كل ما في الأمر ينتظر. اللي صبر هالوقت كله منقول له إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. 3 4 أيام ما كتيري بس، وأكثر من هيك ما بدي له. أنا بدي أعمل الطريقة، بدي يعني خليه يكون سيمبل كومبلكس، مش شيء صعب، يعني خليط هين يقدروا هن يعملوه. عشان هيك انا عم حاول هون لحتى اشوف الطريقه، اهون طريقه لحتى نوصل هذا الدواء العشبي للناس، هن يركبوه، يعني مش انا بدي ركبه. يعني حضرتك عم تقول عم تعطي العلاج مجاني، وهيدا يعني كمان بدل انه مش عم بتاجر بهالموضوع مثل ما كتير دول عم نشوف عم بيصير فيها هيدا. يعني يكفينا تجاره بهالبلد، ما هيك؟ يعني تاجروا بنا احياء وامواتا، وربما لحقونا إلى السماء ليتاجروا، ولكن هناك لا تجارة إلا تجارة الإيمان. يعني يكفينا تجارة، ما بكفي. طيب أجريت اتصالاتك مع وزارة الصحة والجهات المعنية، وهل كان في تجاوب يعني معهم؟ يعني أنا بتصور بلا ما نجاوب على هالسؤال، لأنه أنت بتعرف الجواب. بدون ما نجاوب لاحقا سأجيب. حالياً يعني أنا كل شيء أخذت من الوزارة عن طريق بعض الصيادلة الأصدقاء، أنه نستطيع أن نعلن ما نشاء بالإعلام. وأنا بحيي جهود وزير الصحة ونشاطه، النشاط الزائد والمبارك، وأحيي همة الوزارة. ولكن بالنسبة للموضوع الإعلان، يعني نحن عرضنا على أكثر من مستشفى أخذ الدواء الذي يعطى للحالات الحرجة، إلى الآن لم نجد أي تجاوب من أي مستشفى. وزارة الصحة طبعا لا تستطيع أن تفرض على أي مستشفى هذا الدواء، لأن هذا الدواء أولا اختياري، يعني يخضع أولا لموافقة المريض وأهل المريض، ولموافقة الطبيب المشرف، ولموافقة المستشفى، حتى نستطيع أن نجرب هذا الدواء. أنا أخبرتك أنه أعطيناه بشكل غير مباشر على مسؤولية أهل المريض وشفي المريض.
ولكن لا نستطيع أن نعلن لا عن المريض ولا عن أهل المريض ولا عن شيء من هذا. المهم خلينا نحصر الموضوع بموضوع العلاج الوقائي يلي يصل بنا إلى الشفاء والانتهاء من الجائحة خلال 19 يوما. أنا أؤكد على هذا الموضوع، 19 يوم أكثر من كافي، هي 14 يوم تكفي، بس نحن مزودين 5 أيام من باب الاحتياط. لذلك للطبيب اللي من أمريكا بعت يقول هذا الرجل يبلف يكفي 14 يوم، صحيح 5 أيام إضافية حتى نرتاح إنه خلص انتهى الموضوع، لأنه في شيء اسمه بالطب ريميشن ريلابس. الريميشن ريلابس هذا أنه فترة السماح، ربما هناك عودة للمرض، لا نريد أن يعود المرض، نريد أن ننتهي من الموضوع بالكامل. ها هي. طب شو رأيك، يعني بالبداية كنا عم نشوف أول ما بيّن الفيروس بكل العالم كنا عم نشوف عبر وسائل التواصل الاجتماعي حالات الإغماء بالطرقات، عم نشوف كتير قصص على السوشيال ميديا. هلأ مش عم نشوفها، يعني حاليا عم بيكون المرض معظمهم عم يحكوا عن هالتجربة انه هي اغلبهم بتكون عادية. طبعا اكيد في وفيات بهيدا المرض، ولكن معظمهم كانت عادية بالنسبة لهم وقدروا يتخطوا المرض. اكيد انت ما بتحب تشوف الناس عم يغمى عليها وتموت بالارض، يعني اكيد ما بتحبي هالشي. لا بس انه شو رأيك بهالفيديوهات اللي انتشرت؟ هل تطرح علامات استفهام او هي صحيحة؟ لا هي صحيحة، وهذه كانت بالبداية لأنه الناس ما كانت عارفين كيف بدها تحاول تتخطى موضوع الكورونا أو كيف تعالجها أو كيف تعمل وقاية للموضوع. نحن عندنا في ناس بتروح على الأرض بدون إغماء، خلاص انتهى الموضوع، يعني هذه القصة شو بدك بهالمشهد، مشهد مقرف بدنا نخلص منه. وهذا المشهد طبعا حصل عدة مرضى عندي أنه صار عنده النوع من الإغماء، أو أنه مرضى لم يعودوا يستطيعون الكلام أو الأكل، وعالجناهم والحمد لله طاب، وطبعا بالاتفاق مع الطبيب لأنه هون اضطرينا نحن نعطي أدوية بالاتفاق والتشاور مع الطبيب المعالج، بعدما اقتنع انه فعلا انا عم بحكي شيء مزبوط، وقلت له انه هيدي ابحاثي بتقول لازم نعطي كذا وكذا وكذا، ووافق على هالشيء، وانا بحيي له الطبيب لانه هذا كان طبيب شجاع. طب بالنسبه للاطباء، يعني بيعتبروا الطب بالاعشاب هو طب بديل، شو بيشوفوا هذا الموضوع؟ لا. كل إنسان حر أن يأخذ بأي مدرسة طبية وأي طريقة علاج، ولكن أنا أخبر الأطباء الأعزاء في إحدى الأعوام حوالي يمكن 2000-2011 أحدهم حاز جائزة نوبل للطب لأنه اكتشف أن نبتة الشيح مهمة جدا لعلاج الملاريا، نبتة، وحاز جائزة نوبل للطب. ثم إذا أردنا أن نرد الأدوية إلى مصادرها الأساسية، عندك ما يزيد على 60% من الأدوية مصدرها عشبة. يعني معلش أنت عم تحكي مع صيدلي، عارفين الدواء من وين بيجي وكيف بيتصنع وكيف بكون بدهم يعرفوا الكيميكال كونستيتيوانت لحتى بالآخر يصنعوا كيميائيا، فلذلك ممكن يكون كيميائي ممكن يكون غير كيميائي عشبي. حتى عندنا أدوية بالصيدلية عشبية، يعني مثلا حسمي لك أدوية مالتي فيتامين، عدة أدوية بدون ما نسمي أسماء هلا ونشهر شيء، بس في عدة مالتي فيتامينز، هيدي أدوية تعتبر مكملات غذائية وتعتبر عشبية. طب بالنسبة للوفيات بفيروس كورونا، عم نشوف الدفن عم بتكون طريقة كتير يعني فيها وقاية وما عم بيكون في عزاء، ويعني عم بتكون كتير في إجراءات مشددة. هل الشخص اللي بيتوفى يعني ممكن هالقد ينقل المرض بهالشكل؟ أول شيء نحن منعزي عن كل البشرية اللي معزت، منعزي عن الأموات، ونتمنى لهم حياة هانئة أخروية أفضل من حياة التي نعيش في هذه البلاد الطيبة. عرفت شو، هاي أول شغلة منعزي عن كل البشرية، عرفت شو، إذا بيسمحوا لي عزي عنهم، هاي أول شغلة. الشغلة الثانية هالإجراءات ضرورية طبعا، يعني ما فينا نقول انه بدون اجراءات، لا بدأ اجراءات وبدأ وقاية وبدأ انتباه. بعدين انا عم اقول عندي علاج، بس انا باخد بكل الاجراءات الوقائية، وانا لاحظتي بصيدليتي حاطت عازل انا كمان، يعني موضوع وحاطت دايما المعقمات والالكول، اي شيء دغري مباشرة، يعني ما شطارة انه الانسان يقول عندي علاج ومع هذا انا برمي حالي على المرض، لا مش طريقة. الطريقة الصحيحة انه الوقاية خير من قنطار علاج.
يعني بننتظر هالثلاث ايام ان شاء الله. ادعي لنا اذا نوى الله يمد يمد بعمرنا ويخلينا بصحتنا وعافيتنا، والناس فعلا تدعي لنا بالخير، وصدقوني حيكون شيء كويس وما لا ابتغي منه المنفعه الماديه. كيف رح تطلق الحملة؟ كيف رح تكون؟ تقريبا مثل الفيديو اللي سمعتي بها، يمكن بهالطريقة. إذا بتحبوا تيجوا أنتوا كمان تحضروا أهلا وسهلا، وإذا غيركم من الإعلام بيجي كمان أهلا وسهلا، ما عندنا مشكلة، خذوا التزموا بالإجراءات والحجر والتباعد ونحن أهلا وسهلا فيكم. فينا ساعتها نعلن برات الصيدلية بمحل أوسع يعني حتى تاخذوا ريحتكم أكثر، حتى نقوم بالواجب نضيفكم كمان، لأنه هون ما عم نقدر نعمل الواجب معكم. شكرا أستاذ. أهلا وسهلا، نحن انبسطنا فيكم وأهلا وسهلا فيكم. إذا يعني كنا بمقابلة، شكرا أستاذ شفيق، كنا بمقابلة مباشرة مع الصيدلي شفيق الحبال من صيدا، يلي كشف عن علاج لفيروس، بعد ما كشف بعد 3 أيام رح يكشف عن علاج لفيروس كورونا، رح يكون في حملة لإله. طبعا هو علاج بالأعشاب، بحاجة ل 19 يوم من أجل أنه يشفى المريض، وتم تجربته على أكثر من 50 شخص مثل ما حدثنا. إذا كنا معكم بنقل مباشر عبر صوت بيروت انترناشونال، ابقوا معنا لنوافيكم بكل جديد. سارة شحادة، يوسف فواز.